إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متابعي قناة أندرويد 18. إذا شعرت لكم بمقطع جديد، لكن قبل بداية الفيديو والله أشكركم جزيل الشكر يعني شباب وبنات، لكل الأشخاص اللي يسوون لايك المقاطع ويشاركون المقاطع ويتركون تعليقات حلوة. إذا عندك أي انتقاد أيضا، ممكن في شيء غلط نسويه أو نعدله بالفيديوهات القادمة، عادي، المهم أترك تعليقك وخلاص. أوكي، تاني شيء يا شباب في هذا المقطع، يعني خلاص يعني الموسم ما بقى له شيء، ممكن يومين ثلاث وخلاص يعني وراح ينتهي معنا هذا الموسم، وراح يكون معنا موسم جديد، واكيد انه راح تكون فيه بعض الاشياء راح تتعدل، يعني راح يخف الدمج لبعض الاغراض وراح يزيد دمج بعض الاغراض. هنا يعني اقصد اسلحه، كلاسات، كل شيء، سكور ستريك، اوبيراتور سكيل، لكن الحين راح نخص الموضوع بطور البترويل. والله صدقا يا شباب الكلاس اللي راح تشاهدونه اليوم، يعني بهذا السبب اردت اني اشارك معكم المقطع، وايضا اتمنى انه حتى يعني في الموسم القادم انه الشركه تسوي حل لهذا المشكل. هو مش مشكل وانما هو يعني غرض موجود ومتوفر، لكن صدقوني انه كارثه بطور الباتل رويال، ويعني هذا الغرض او هذا الكلاس يعني بالتحديد اذا حددنا الموضوع والله صدقا وكأنه لاعب. يعني انت اذا تدخل تلعب سولو مثلا انت راح تلعب دو، مع اذا تضيف هذا الكلاس راح تلعب دو، صدقني، لانه ما فيش كلاس يذبح عدا هذا الكلاس. هذا الكلاس اذا تسويه، يعني اذا تدخل وتسوي هذا الكلاس، فاكيد انك راح تحصل كيلات يعني بدون ما تستخدم سلاح، صدقني. فاتمنى انه الشركه يعني في الموسم القادم، انا هذا سابق لاوانه لانه بعد المراجعه راح اعطيكم كل التفاصيل، واتمنى انه تتعدل بعض الاغراض بعد ما ينزل الموسم، فاكيد انه راح تكون مراجعه شامله وراح نتكلم عن الموضوع بشكل اكثر. اوكي، لكن صدقوني انه هذا الكلاس يلعب لك على اعصابك والله صدقا يا شباب. ضف الى ذلك انه هذا الكلاس ما يعطيك وقت نهائيا، يعني لا انك تسوي اي شيء، ما عندك اي شيء تسويه، ما فيش اي اوكي. ما راح اطول عليكم في هذا المقطع يا شباب، راح اترككم يعني حتى ما احرق عليكم الفيديو والشيء اللي صار. فاتمنى لايكاتكم، دونتو فارت الله وحفظه، لا تبخلوا عليه بمشاركه المقطع مع اصدقائكم زي العاده، ويلا شباب مع السلامه. يا ودي انا المشكل ماشي في الرصاص، انا المشكل في الاخر. ايش عندي؟ كاش دم زياده عندك؟ واش خصك واش مرصاص؟ دم 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 صبرتو. عندي هلك اللي تزيد لك تعين هذه. هذه شاطيني وحده وصايف. المهم نرفدها وصايف. جي نرمي يفتح لي صاب ودو. بصح هما نزلوا المام وانا شت زوج، انت شحال شت؟ انا شت زوج انا. هاو كاين واحد هنا. اركض. بوش بوش. Using first aid kit now. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Half of the teams are eliminated. The revived flight will arrive in 1 minute.
Get the dog tags. Airdrop has been delivered. Dog tags have been scanned successfully. Your teammates will return to the battle when the next supply flight arrives. Alors, oh, Ibrahim. مصباح انا كومونتي لك كنقول لك هاي لك داو انت والله ما سمعتك يا شريكي ما عنديش دم على بالك يا حيف تهبط جيت تضربهم كاين زود ما عنديش دم على بالك وكاين اللي قتلتهم كاين اللي قتلتهم هنا بصح راه من تماك زوج وين ضرب هذوك وين قتلتهم كاين زوج فوق الضرب هذاك انا اللي كيما ضرب مخبي من الحجره هذيك واحده ويلوتي في الضرب رام زوج ماشي واحد ما تجيش يا حسرة كاين فوق السطح مشكل يكون عندي غير سلاح معليش شافوه وكاين ناس ورانا على بالي والله وجا عندي غير دم نحتاج دم بر هذا جا عندي اي شافني هذا ولا غير شافني على بالي عندي اصبر جات طونوبيل دوكا يتولهو معاها والله ما يا حي غاشي ما فهمتش هذا اللي راه شافني ولا واش ايماجيني كان عندي غير الايربورن يتعمر برك ولا يطول باش يتعمر اشريكي انا نقولك عفسة نرفض الطياره ونجيهم انا تشوف نحط الاير بون قسما نحط واش نجي نعاونك برك شويه هم يرموا عليك لا لا هبط قدام واحد عنده اللوت The revive flight will arrive in one minute. عندي واحد مازال لي واحد اطلع فوق السطح ها جا ليا كنت اللوت يطلع ليا على بالك اوه يا حي لا 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 بليز 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 لا 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 هذه عباك شنو هذه عباك شنو اوه استغفر الله استغفر الله والله لا كارثة والله لا كارثة تراب ماستر ها يا معلش If you would like to get exclusive content updates, previews, and events, don't forget to subscribe and turn on that notifications. Stay frosty, soldiers.